احنا بنحب نبارك لاخونا ابو انس الهوجي بافتتاحه هذا المشروع، ونتمنى له التوفيق. هذه مشاريع نسميها مشاريع ذات حجوم متوسطة، طبعا هي تعمل على تنمية الاقتصاد وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة، وتساعد على التنمية، وتساعد أيضا في تخفيف من عبء البطالة، وتخفف من العبء على القطاع العام في توظيف أو استيعاب العمالة في طول كرم. ثانيا أنا بحب أوجه كلمة إلى إخواننا أصحاب رؤوس الأموال أن لا يتركوا رؤوس أموالهم مكدسة في البنوك بأرقام. أرجو أنهم يعملوا، الكل يعمل على تشغيل هذه الأموال بما يعود بالفائدة عليهم على رؤوس الأموال وعلى المجتمع المحلي. إحنا نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخ أبو أنس الهوجي بمناسبة افتتاح هذا المجمع الضخم والنوعي في هذه المحافظة، ونتمنى له التوفيق والنجاح بإذن الله. إحنا في الحقيقة يعني مثل هذه المشاريع هي تعتبر رافعة اقتصادية لهذه المحافظة اللي بتعمل على تشغيل ناس، وبالتالي تعمل على تخفيف البطالة للإخوان والشباب والصبايا اللي يعني عاطلين عن العمل. كذلك الخدمات اللي بتقيمها من بضاعة مميزة وخدمة نوعية بتضيفها للسوق. الآن هاي الخدمات نتمنى تكون جاذبة لإخواننا من المحافظات الأخرى، وكذلك إخواننا من داخل الخط الأخضر بالقدوم لهذه المحافظة والتمتع بالتسوق في هذا المجمع والمجمعات الأخرى في محافظة طول كرم والمصالح التجارية بشكل عام. الهوجي مول هو من التجار القديمين والعريقين في المنطقة، وعنده خبرة واسعة في هذا الشغل، وإحنا نتوقع له نجاح باهر يعني. وإحنا يعني كسنيورة مبارك له، احنا موجودين معه دائما على طول، معروف شو هو ومميز عندنا، واحنا معه مع كل زبون ومع كل مشاريع الناجحة في البلد، وبنحكي له ألف مبروك، وبنحكي له كل الناس أهلا وسهلا. واحنا اليوم عاملين له شغلات كثير كويسة، مثل كل زباين اللي بتفتتح عاملين اشي مميز، جوائز قيمة على مشتريات سنيورة، حتى في مسابقات عندنا من سنيورة، في عنا حتى أجهزة كهربائية، في عنا هدايا كتير قيمة وحلوة للأطفال للكبار لكل الأعمار، وبنتمنى يكون إشي مميز اليوم. وإحنا بنحكي له ألف مبروك كمان مرة لطول كرم كلها، ألف مبروك ما شاء الله. طول كرم عم تزدهر أول بأول، وكل يوم إشي أجمل، وبوجودكم بوجود الفجر الجديد بتكون دائما أحلى. أكيد فكرة كويسة. أول إشي المكان على باب البلد، يعني بعيد شوي عن الأزمة المكان، بالذات إحنا المتسوقين من منطقة الشعراوية، وكمان جميع الأغراض الموجودة هون بمكان واحد، وحقيقة في تنزيلات مبين وعروض إن شاء الله بتستمر. وإحنا تعودنا على الهوجي بوسط البلد، أكيد كانت معاملته كويسة وبضاعته متميزة، وإن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق بهذا المكان. أتمنى أنه كل واحد يجي يتسوق من هذا المحل، لأنه معاملة مليحة كويسة وكل شيء ممتاز، كل شيء مرتب بنظام. أول شيء بنرحب فيكم وبنرحب بأهلنا و جيراننا وأصحابنا مواطنين كل طول كرم، وأهلنا في الداخل الفلسطيني إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إحنا يعني مثل ما حكيت يعني من كأسعار إن شاء الله تعالى، كان في المحل الصغير فوق أو اللي هي يعني بده يكون إن شاء الله تعالى الوضع كمان إن شاء الله تعالى مناسب أفضل في المكان، في التسوق، في الأسعار إن شاء الله تعالى. زائد هنا الحمد لله يعني بده يكون عندنا إن شاء الله تعالى عروض بإذن الله تعالى تكون مستمرة على مدار إن شاء الله تعالى السنة، وخاصة هسه في يعني بداية الافتتاح يعني مقدمين إن شاء الله تعالى عروض على أكثر من 40-50 صنف كعروض مميزة إن شاء الله تعالى. زائد ناويين إن شاء الله تعالى نجدد العرض ما بعد كمان إن شاء الله تعالى، اللي هو هذا الأسبوع اللي هو بداية إن شاء الله تعالى أسبوع رمضان. زائد يعني كل إنسان يعني عاملين حملة على أساس اللي بتسوق في 100 شيكل أو أكثر بيسحب على بأخذ كوبون، وإن شاء الله تعالى بدون نعمل السحب على هدايا ما بعد إن شاء الله تعالى رمضان، يعني أيام بداية العيد الفطر. وبنرحب في الجميع، وأهلا وسهلا فيكم وفي كل أهلنا وأحبابنا في هالبلد الكريم.